في المينا بيبدأ، وكان في حروب قديمة بين الخير والشر، والحرب دي بتكون متساوية بين الطرفين، والخير والشر زي كفتين على ميزان، وكل طرف فيهم بيدور على حاجة اسمها الكنز، وهي اللي هتخلي طرف من الاتنين ينتصر في المستقبل. والشر المنظمة بتاعته اسمها منظمة اليد، والخير المنظمة بتاعته اسمها منظمة الشبح. والأسطورة بتقول ان في محاربة هي اللي هتلاقي الكنز وهتوصله لطرف من الاتنين. وفي المينا بيبدأ ان في زعيم عصابة مستني حد يجي يقتله، وبيقول للمساعد بتاعه ان مهما كانت الحراسة كتير هتقدر توصلي وهتقتلني، واسمها إلكترا، حتى لو استخبيت منها في اي مكان هتقدر برضو توصلني. والمساعد بتاعه ما بيكونش مصدقه، وبعدها بيلاقي الجنود اللي حوالين البيت عمالين يختفوا، والمساعد بتاعه بيخرج يشوف في ايه. إلكترا بتيجي وبتهجم عليه، وبعدها بتخش لزعيم العصابة وبتقتله والخمرة في ايديه. ونروح على منظمة اليد، ورئيس المنظمة كان بيدور على الكنز، وواحد من اتباعه اسمه شادو بيقول له ان انا هقدر اوصل للكنز قبل ما جماعة الشبح تقدر توصل له، بس رئيس المنظمة ما بيدلوش المهمة وبيديها للمساعد بتاعه. والمساعد بتاع إلكترا بيجي وبيجيب لها فلوس المهمة، وإلكترا شغالة قاتلة مأجورة، وبيقول لها ان في مهمة جديدة على جزيرة ولازم توصلي الجزيرة النهاردة. وفعلا بتتجه على الجزيرة ديت، ولما بتوصل بتكلم المساعد بتاعها وبتقول له انا وصلت الجزيرة ومستنية التعليمات، وبعدها بتحضر حاجتها وبتخرج تتفرج على الجزيرة. ولما بترجع بتحس ان كان في حد في البيت، وبتلاقي بنت صغيرة وشكت فيها، وقالت ان احنا بيتنا قريب من البيت ده، قلت انا صاحبة ويل صاحب البيت. وإلكترا سألتها على اسمها، وقالت لها ان اسمها ابي، وبتبص في ايديها وطلعت انها كانت بتسرقها، وخدت منها الحاجة اللي سرقتها وما رضتش تعمل لها حاجة وخلتها تمشي. وإلكترا فضلت تتدرب لغاية ما المساعد بتاعها يبعت لها الناس اللي هتقتله. وإلكترا تاني يوم خرجت تقعد على الجزيرة، وهي عندها قدرة على الاستبصار وبتقدر تتنبأ بالمستقبل لمدة دقيقة، بس مش دايما تنبؤاتها بتكون صح عشان المستقبل ممكن يتغير في اي وقت. وبتشوف واحد جاي عليها وهي بتستخبى منه، وبعدها بتجيله من وراه وعرفها ان هو والد ابي، وبيسألها لو بنتي سرقت حاجة من عندك، وهي بتقوله لا، وكان جاي عشان يعتذر لها على اللي بنته عملته، وهي بتقبل اعتذاره وبعدها بيسيبها وبيمشي. وابي بيجيلها وبتشكرها ان هي معرفتش والدها، وبتعزمها على الاكل عندهم، وبياكلوا وبيكونوا مبسوطين جدا مع بعض. وإلكترا بتحس ان هي في وسط عيلة بجد، وبيقضي اليوم مع بعض. وبعدها إلكترا بتروح، واول ما بتصحى بتكلم المساعد بتاعها وقالت له بعتلي اسامي الناس اللي هقتلهم لإلا همشي، لانها حست بالضعف قدام العيله ديت وحست بالحب تجاههم، وقال لها خلاص هبعتلك اساميهم دلوقتي. وفعلا بعت لها الاشخاص اللي هتقتلهم، وطلعت ابي ووالدها، وهي ما كانتش عارفه تتصرف ازاي، وجهزت حاجتها عشان تروح تقتلهم، ولما وصلت اترددت ما كانتش عارفه تعمل ايه. وبعدها قررت ان هي مش تقتلهم، وكلمت المساعد بتاعها وقالت له مش هقدر اقتلهم. قال لها المنظمة اللي احنا شغالين معاها تبعت ناس غيرك عشان تقتلهم. وفعلا المنظمة بعتت ناس تانية، وكانوا تبع منظمة اليد، وإلكترا بتحس بيهم وبتعرف انهم وصلوا. وبالليل اللي تبع منظمة اليد بيهجموا عليهم، وإلكترا بتروح لهم عشان تنقذهم، وبتطلب من مارك انهم يتكلموا جوه البيت، وبتخليه يدخل، وبتروح تقتل واحد منهم. ولما بتدخل بتسأله عن ابي، وبتقوله ان في منظمة اسمها اليد بتدور عليها، ودي اقوى منظمة للشر في العالم. وهو بيقول لها انا ما اعرفش هم عايزين منها ايه. وفجأة في واحد بيهجم عليهم، وإلكترا بتخبيهم، وبعدها إلكترا بتخرج تتعارك معاه، وبتحاول تعرف مين اللي بعته في المنظمة، وبيقتل نفسه. ومنظمة اليد بيجتمعوا وبيستدعوا أقوى مجموعة عندهم واسمها الكهف، ودول خمس أشخاص عندهم قوة خارقة. وبنعرف إن الكنز هو أبي، وإنها عندها قوة خارقة، ولو منظمة اليد وصلت ليها هيقدروا ينتصروا على الخير. ورئيس المنظمة بيدي المهمة لجماعة الكهف، وإلكترا بتاخد أبي ووالدها وبتروح للمعلم بتاعها، وبتطلب منه حمايتهم عشان جماعة اليد بتدور عليهم، وهو رئيس منظمة الشبح، وبيكون زعلان من إلكترا لأنها بقت تشتغل مع جماعة اليد وبتقتل لصالحهم، وبيتعارك معاها وبعدها بتمشي، وأبي ووالدها بيطلعوا وراها، وبيكونوا بيتكلموا مع بعض. إلكترا بتلاحظ إن في نسر بيتحرك على الحيطة، ودي قوة تاتو من جماعة الكف، أي تاتو على جسمه بيقدر يخليه كائن حي، بس بيكون مجرد وهم، ولو أنت صدقت الوهم هيتحول حيوان حقيقي، وبكده بيعرف مكانهم. وبتقول لهم لازم نمشي من هنا دلوقتي، وإلكترا بتاخدهم وبتروح عند المساعد بتاعها، ولما بتوصل عنده بتطلب منه جوازات سفر جديدة ليهم، بس النسر بتاع تاتو بيكون ملاحقهم. وإلكترا بتقرب من إبي أكتر، وبتعلمها إزاي يكون عندها قدرة الاستبصار. وتاني يوم وإلكترا نايمة، المساعد بتاعها بيدخل لها وبيضرب نار على النسر بتاع تاتو، وإلكترا بتستخدم قدرة الاستبصار بتاعتها وبتعرف إنهم وصلوا، والمساعد بتاعها بيهربهم وما بيرضاش يهرب معاهم وبيضحي بنفسه، وبيضرب نار على الباب، بس بيكون واقف وراه واحد من جماعة الكف اسمه جودزيلا، وجماعة اليد بيوصلوا له، وشادو عنده قوة خارقة
بيقدر يقرا الافكار وبيعرف النوم في الغابه وجماعه الكف بيلاحقوه، وإلكترا بتواجه جودزيلا وقوته الخارقه ان هو قوي جدا وبيقدر يكسر الشجره اللي وراها، وإلكترا بتتسلق الشجره وبتقدر توقع الشجره عليه وبتقدر تقتله، وتاتو بيطلع ذئاب من جسمه عشان تهاجمه، وإلكترا بتروح تدور عليهم بس الذئاب بتاع التاتو بتكون وصلت لهم، وفي واحد تاني من جماعه الكف بيهجم عليهم وبيفضلوا يتعاركوا معاه، ووالد ابي بيحدفه بخنجر وبيقتله، وابي بتقتل الذئاب بتاع التاتو، وإلكترا بتعرف ان هي قويه وبتعرف انها كذبت عليها، وإلكترا بتبص وراها بتكون بويزن وصلت وبتسممها، واني بتروح تهاجمها بس شادو كمان بيوصل، وبيكونوا عاوزين يخطفوا الكنز، وجماعه الشبح بتوصل وبتتدخل، وشادو وبويزن بيهربوا، ورئيس جماعه الشبح بياخدهم وبياخد إلكترا عشان يعالجها، وإلكترا بتفوق بتلاقي نفسها في المعسكر بتاع منظمه الشبح، واني بتجيلها وبتعتذر لها ان هي كذبت عليها، وبتقول لها نفسي اعيش حياتي الطبيعيه وافضلش طول حياتي هربانه، وإلكترا بتتواصل مع شادو وبتقول له انا وانت هنتقاتل مع بعض، ولو كسبت منظمه اليد ملهاش دعوه بابي، وقال لها لو متي ابي هتكون ملك لينا، ورئيس منظمه اليد بيكون شاهد على الاتفاق، ولو فعلا شادو مات لازم ينفذ الاتفاق ده، وإلكترا بتقول له ان احنا هنتقابل في بيتي القديم، وجماعه اليد بيوصلوا، وإلكترا بتكون عامله لهم كمين وبتقتلهم كلهم، وبعدها شادو بيوصل لها وبيبتدوا يتعاركوا مع بعض، وإلكترا بتحاول تستخدم قوتها عشان تقتله بس هو بيتحرك بسرعه جدا وبيكون هيقتلها، بس ايبي بتكون مراقباها وبتجيلها عشان تنقذها، وايبي بتحاول تتعارك معاه بس شادو قوي جدا، وإلكترا بتاخد ابي وبيهربوا، وتاتو بيستخدم قوته وبيبعت وراهم تعابين كتير جدا عشان يدور عليهم، وهم بيجروا بيبعدوا عن بعض، والتعابين بتاع التاتو بتهجم على ايبي، وإلكترا بتوصل لتاتو وبتكون عارفه ان التعابين ديت مجرد وهم، واللي بيصدق الوهم بتهجم عليه، وبتوصل لتاتو بتقتله، وبترجع تدور على ايبي بس بويزن بتكون وصلت لها، وبويزن بتقول لها لو انت ما ظهرتيش كنت انا هبقى الكنز، وبعدها بتسممها وبيغمى عليها، وإلكترا بيطلع لها شادو وبيفضلوا يتعاركوا مع بعض، بس هو سريع جدا وبيفضل يضرب فيها وبيحدفها بعيد، بس هي بتستخدم قوتها وبتعرف تحركه الجاي وبتقدر تقتله وبتحدفه جوه البير، وبعدها بتستخدم قوتها تاني وبتعرف مكان بويزن وبتحدف عليها الخنجر بتاعها وبتقدر تقتلها، وبتروح تدور على ابي ولما بتوصل لها بتكون ماتت، وبتحاول تستخدم تقنية المعلم بتاعها علمها لها انها ممكن تشفي اي حد بيموت، وبتستخدمها عليها بس ابي بتكون ماتت، وبعدها بتقوم فجأة، وإلكترا بتفرح جدا انها قدرت تنقذها، وتاني يوم إلكترا بتروح تطمن على ابي، وإلكترا بتعرفها ان هي كده بقت حرة ومنظمة اليد هتبعد عنك وبكده هتقدري تعيشي حياتك زي ما انت عايزة، وإلكترا عرفتها ان هي لازم تمشي عشان ما تعرضهاش لخطر تاني وتقدر تعيش حياتها الطبيعية، وبتسلم عليها وبعديها بتمشي، وبيخلص فيلمنا على كده. لو عجبك الفيلم انزل اشترك في القناة ولايك عشان يدعمنا استمر. سلام.